نتكلم عن ضمك. محمد ابو سبعان لاعب نادي ضمك الان، زميل علي الصوابي ساله عن المباراه اللي جرت اليوم وخسر فيها ضمك من الرائد، رايه يمكن كان مختلف عن ما سمعنا. زي ما جبت اليوم يعني صح النتيجه سلبيه، لكن تقريبا يعني سوينا كل شيء في المباراه. نتائج ما اوقات تخدمك اوقات ما تخدمك، اوقات ما تلعب مباراه كويس وتفوز، اوقات تسوي كل شيء في المباراه ما تفوز، لكن الحمد لله يعني احنا راضيين عن نفسنا ان في شيء يعني يبشر بالخير قدام ان شاء الله. احنا فريق صاعد وكلنا يعني يحتاجنا انسجام اكبر ان شاء الله، باذن الله يعني مع الجولتين الجايه، مع الجوله الجايه وكاس الملك في توقف ان شاء الله يعني حنسجم اكثر واكثر. الحمد لله يعني تعبنا في البدايه، في بدايتنا كانت شوي متعثره، لكن الحمد لله الحين بدينا نرجع ونرجع بشكل ايجابي مره يعني الحمد لله على كل حال. بسألك بعد قدوم المدرب الجديد بن زكري، ايش تغير في الفريق بشكل عام؟ والله زي ما انا شايف يعني شكل الفريق تقريبا يمكن 180 درجة تغير، يعني سيستم الفريق تغير ببعض اللاعبين برضو انت شفتهم يعني يمكن حاليا كانوا افضل من اول، انسجام الفريق في خلط في الفريق الحمد لله. يعني اللي زي اليوم يعني كانت البداية يعني كانت في اصابة كواكو في بداية في التسخين، دخل بندر برضو تعور، دخل مهند وبرضو يعني نفس الفريق ما تغير. هذا الشيء الكويس يعني هذه النقطة يمكن نقطة التحول، اللي يدخل هو اللي يضيف الحمد لله على كل حال. نقول يعني إن شاء الله يعني ما ناخذ الهزيمة هذه إيجابية بإذن الله نعدل في الجاي. كلعيبة وسط الملعب تغير المدرب أثر عليكم؟ طبيعي جدا، يعني شايف أنت يعني اليوم يعني في اختلاف يعني تقريبا هو معروف يعني كابتن عصبي شوي، نحترمه كثير، كل اللعيبه يعني يقدمون احترام كبير للمدرب، نحاول احنا نسمعنا، نحاول احنا نسوي كل شيء. اليوم جمهورنا كان زعلان علينا، حبينا نرد لهم يعني كنتيجه، لكن اظن انهم شافوا المستوى، يعني كل لاعب ضحى في الملعب، كل لاعب تعب لين اخر دقيقه 90 يعني، واللعيبه جالسين يحاولون الحمد لله على كل هذا، يبشر بالخير. الأثر هذا بسبب تغير المدرب وهذا كيف تجاوزتوه خصوصا مع المدرب الجديد؟ والله يعني كل زي ما يقول لك كل مدرب له لمسته، الحمد لله يعني جاب بن زكري عرف ايش اللي ينقصنا، ايش اللعيبه، جلس مع كل لاعب، اجتمع مع كل لاعب انفرادي، عرف ايش ينقص الفريق، عرف ايش نحتاج، الحمد لله يعني شفت الفريق ما هو محتاج ولا شيء ان شاء الله، بس الوقت ننسجم اكثر وباذن الله ان شاء الله ربي يوفقنا.